السيدة أمال المسرع تلقب بملكة العطور في السودان لبراعتها في تجهيز العطور المحلية التقليدية. هي السيدة أمال المسرع تروي لنا تفاصيل عن أصل العطور السودانية ومكوناتها، فصناعة العطور في السودان تظل طقسا مهما لمناسبة الزواج وما يليها من مناسبات. فعبق العطر السوداني تجاوز بشهرته حدود جغرافيا البلاد ليصبح سفيرا لمنتج سوداني ذائع الصيت والشهرة. التراث السوداني هو مكون من ضفرة ومسك، ضفرة ومسك وصندلية والمحلب، دي الحاجات الأساسية لازم تكون متواجدة مع في دمورة. وعندنا الدلكة السودانية، ضفنا عطور باريسية ضفناها للعطور السودانية. عطورنا الليلة بقى العالم بحاله حب عطورنا، حتى الخليجيين الكويتيين القطريين بقت تمشي لندن، بقت تمشي أمريكا، بقت تمشي كل العالم. ارتبطت العطور السودانية التقليدية بالفال الحسن، فلا تكتمل طقوس الزواج في السودان دون توفر هذه العطور التقليدية في صينية الجرتك لتجهيز العروس بها، والتي يلعب كل منها دورا محددا وتعارفا عليه أثناء الاحتفالات وبعدها. مرتبطة بالطقس بتاع دق الريحة والزواج وكذا، برضه مرتبطة بالمسألة بتاعت الإنجاب، مناسباتنا السعيدة. العطور التقليدية يعني هي شوف مرت عليها أكثر من 150 سنة لكن لسه محافظة، مهما دخلت عليها حاجات جديدة أو كده يعني بتخش عليها حاجات جديدة، لكن الحاجة التقليدية بتحافظ على وجودها. يعني بالرغم من الإيقاع المتسارع في الحياة اليومية إلى أن للعطر التقليدي سطوته والتي تحمل ثقافة مجتمع عريق. عطور سودانية خالصة يحمد لها أنها ظلت محتفظة برمزيتها وقدرتها على صناعة مزاج يرتبط بمكتسبات المجتمع السوداني بالرغم من تيارات الحداثة والموضة. رشا رشيد، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.